السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. كان يطلق عليها الرومان الأرض السوداء أو التربة السوداء، لماذا؟ نظرا لخصوبة هذه الأرض، وهي في الحقيقة مشهورة برجالها، سواء كان رجال دين أو من الأبطال الشهداء. ثم ما يعرف في الصيف، اللي يجي الصيف لابد وأن حتما لابد أنه يزور عين الفوارة التي هي خلفي الآن، وهي بصدد الترميم. برنامج جوابك لويز متواجد في سيتي فيس، أو الاسم الحالي سطيف. كما ذكرت أنا في سطيف، سطيف العالي، عاصمة الهضاب العليا. برنامج جوابك لويز راه موجود في هذه المدينة الجد ورائعة واللي عزيزة على قلبي أنا شخصيا. اللي حبي يتحصل على هذه اللويزة هذه راح يجاوبني على ثلاث أسئلة بسيطة. شكون اللي يتطوع؟ ها؟ أنا راك هنا؟ أروح قدم قدامي، شد شو الميكرو هكذا. واش اسمك؟ دنا هكذا دنا هكذا. أيوة، واش اسمك؟ اسمي عبد النور. عبد النور، كلك نور يا عبد النور. الله يسلمك. عبد النور، مرحبا بك معنا. عايشك. انت تدرس ولا تخدم ولا؟ انا كملت لغه روسيه، ماستر دو لغه روسيه، حاليا اعمل في شركه اجنبيه. الله يبارك. استيف روسيه غافاريو بوروسكي باروسكي دا. الله يبارك. شو عمكم جلال بالك تقولوا غير العربيه بركو، ورمضان راهو صارعو ما شاء الله. انا تعرف ديننا الحنيف، ديننا الحنيف يحثنا على القرايه. لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا صلي لا أعبد لا أنا ربك ولا، قال له اقرأ، ثم عاود له اقرأ، ثم الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. احنا فخورين بالشباب نتاعنا. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأول، ما دام رانا في سيدنا رمضان لازم سؤال في الدين ولا لا؟ باش انت تتعلم، انا نتعلم، وليداتنا يتعلموا، والكل اللي يعرف اللهم صل على النبي، اللي ينسى نفكروه، وليداتنا نعلمهم حاجه جديده. اكيد. السؤال يقول: من هو اول من اذن للصلاه في ديننا الحنيف؟ من اذن لقيام الصلاه في ديننا الحنيف؟ بلال بن رباح. بلال بن رباح. بلال بن رباح هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعرف ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال؟ أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يا بلال، معناها أرحنا منها. أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها، واحد يرتاح بالصلاة. الصلاة هي عماد الدين. ربي بارك. أنت جاوبتني على السؤال الأول، درت الخطوة الأولى، وعمك جلال يدير الخطوة الأولانية. انت مزوج ولا عزب؟ لا مازال. مازال ود عمي. ما تديهاش روسيه، ديها جزائريه، ديها صيفيه مسلمه. ايوه ربي يبارك. هذه حبه لويز الاولانيه، خاطري لك ناوي على الزواج يا ولدي يا سي عبد النور ان شاء الله. يخصك الويزات والويزات احنا في الشروق، ما علينا، نعاونك على الخطوه الاولى ان شاء الله. كاينه حويجه ولا ما كانش؟ كاينه كاينه. كاين؟ ايوا ما نخافش عليك، انسان تقي مستقيم ما شاء الله. والميكرو برك. الله يسلمك. قول لي، تعرف شويه في الرياضه ولا ما تعرفش؟ شويه. صحيح. احنا اللي معروف نحيي راهو شويه تعبان. اخونا سي سطيف يعرف الرياضه مليح. اه هو سطيف يقع يحب الرياضه. سي رشيد مخلوفي. رشيد مخلوفي سطيفي. سي رشيد نحيوك. كان في فرقه جبهه التحرير الوطني والرجال الابطال، هرب من فرنسا وجاء للجزائر رغم كل العروض، الا انه هرب ودخل جبهه التحرير الوطني باش يعرفوا بالقضيه الجزائريه. سؤالي في الرياضة، لاعب سطايفي مشهور جدا وأنا أحترمه كل الاحترام، ما قعدتش بزاف في سطيف، بين 8 إلى 10 سنوات، لاعب سطايفي مشهور،
لعب مدة 8 و10 سنوات ولا مرة من الفري بلاي نتاعو، من الاستقامة نتاعو في الملعب ولا في حتى في حياته اليومية، لأنه لعب كرة القدم ولا الرياضي كله لازم يكون هو مستقيم باش يكون عبرة. أكيد باش يكون عبرة. ولا مرة في حياته عطوه أن كارتون بطاقة لا صفراء ولا حمراء. لاعب سطايفي، لا رانا في رمضان الله يرضى عليكم. عبد الحميد صالحي. عبد الحميد صالحي بارك الله فيك. اسمع، هذا السؤال الاخراني، هذا الثالث، عبارة عن لغز. جانا ضيف وضيفناه وذبحنا له طير الغي، دار العام ورجع حي. اسمع، رمضان سنة رمضان. الله أكبر. سنة رمضان. سنة رمضان. أي والله العظيم الله يعطيك الصحة. سي عبد النور ياك. الله يرضى عليك. شد شد هكذا الميكرو ودور. أي والله. سي عبد النور. أنت قلت لي الوظيفة نتاعك بالضبط شو هي؟ حاليا انا اعمل في شركة اجنبية مغازينية. مغازينية. عربي. زعما اهل لثقة انت يا. امين. لازم ثقة كبيرة. امين مخزن. ايوه. بصح يقول له الثقة في الوثيقة. في الوثيقة. بارك الله فيك. كيفاش يقول له صحة رمضانك بالروسية؟ صحة رمضانك. ايه صحة رمضانك اخزر في الكاميرا. قول سبرازنيكم. سبرازنيكم رمضان. سبرازنيكم رمضان. صحيح. بارك الله فيك. قناة الشروق. اخوك جلال بارك الله يهديو لك هذه اللويزه هذه. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. ان شاء الله يا رب. وهذه حبه اللويز هذه ستاتيها اخريات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اي ما راحتك فيك هذه. اكيد اكيد. هذه ان شاء الله نهديوها للوالده ان شاء الله يا رب. عقوبه للزواج ان شاء الله نهديوها للوالده ان شاء الله يا رب. هذه الوالده عقوبه للزواج. كي سموها الوالده؟ الوالده ام السعد. نعم الوالده ام السعد. قول لها اسمع، قول لها ماني جبت اللويزة والباقي مزات المرأة. قولها هذه ان شاء الله للوالدة ان شاء الله والعقوبة للمرأة ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. شكرا بارك. كليمة على رمضان وعلى قناة الشروق. اول حاجة نشكروا قناة الشروق على هذا البرنامج هذا. ان شاء الله نقول لكم صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. وهذه هي هناك باب صحة ولهنا. الصحة ولهنا إن شاء الله. بارك الله بارك الله فيك. وأنا مع هذا السي عبد النور المستقبل الحاضر. آمين إن شاء الله. وأنا المستقبل الجاي مع هذه بنيتنا الملائكة هذه. آمين يا رب. من هذه المدينة الطيبة أقول لكم جميعا رمضان كريم. رمضان كريم وصحة رمضانكم. كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله. هذا أخوكم جلال وبرنامج جوابك لويز من سطيف. السلام عليكم.